بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم السينابون. طريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة مش مكلفة ان شاء الله. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا. ده نص كيلو دقيق، ومعايا نص كوباية سمنة، ومعايا معلقتين سكر كبار، معلقتين لبن بودر كبار برضو، ومعلقة خميرة كبيرة، معايا بيضاية واحدة وكيس فانيليا، ودي كوباية لبن دافية، وبرضو هشوف هحتاج غيرها ولا دي هتبقى كفاية ولا لا حسب الدقيق بتاعي ما ياخد. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هحط الخميرة كده على الدقيق واللبن البودر، واحط السكر، وده كيس فانيليا، هقلب بقى الحاجة بتاعتي دي كلها مع بعض. هجيب بس ذرة ملح صغيرة جدا اهي، هقلبها برضو مع الدقيق، هضيف عليهم السمنة. طبعا لو عايزة تعملي كيلو دقيق هتضاعفي كل الكميات بتاعتك دي. وادي البيضاية، هقلب بقى كل الحاجات اللي انا حطيتها على الدقيق، هقلبها معايا كويس قوي. لازم اخلي الدقيق يمتزج بالبيض والسمنة وكل الحاجات اللي انا حطيتها دي. اذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنعمل بقى خطوة مع بعض كده مهمة جدا في عمايل السينابون. هنحط معلقة سكر مع معلقة بيكنج بودر صغيرين، كلهم معالق صغيرة، ومعلقة دقيق. انا كده بعمل محسن خبز اقتصادي جدا من البيت، بس بيخلي العجينة معايا ناجحة جدا. اهو هضيفهم مع بعض كلهم اهو. معاهم بقى معلقة خل كبيرة، اهي معلقة الخل. هقلبها بقى مع الحاجة بتاعتي، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة دقيق، وهقلبهم كويس قوي كده. انا شايفاها ان لسه ايه، عايزة ايه حبة خل كمان، يعني حوالي نص معلقة تاني كده. مجرد ما حطيت الخل الحاجة بتفور مع بعضها ازاي. هقلبهم كويس قوي كده، هنزل بيهم بقى على العجينة بتاعتي على الدقيق بتاعي. هقلبها، انا النهارده هعملها بالسمنه، يعني اقتصادي جدا، يعني مش شرط الزبده اللي يعني بيقولوا اساسي فيه الزبده والكلام ده، لا والله انا عملته بالسمنه، وكان بصراحه كان تحفه وكان جميل جدا. هقلب بقى كل المكونات مع بعضها كويس جدا كده. طبعا بقى بيتباع في المحلات بصراحة سعره غالي جدا، احنا بقى هنعمله في البيت وبطريقة سهلة ومش مكلف وبسرعة ان شاء الله.
كده انا كوبايه اللبن الدافيه اهي، هضيفها حبه حبه وافضل اعجن. لازم اللبن يكون دافي، وعلى فكره لو عايز تعجنيه بميه برضه هيبقى جميل، مفهوش اي مشكله. اي مخبوزات فيها خميره لازم اللبن بتاعك او الميه يكونوا دافيين، ولا سخنين ولا باردين. لو سخنه هتبوظ الخميره وهتفسد، ولو بارده هتخلي العجينه تغيب جدا على ما تخمر. انا كده حطيت كوبايه اللبن كلها اهو وبعجن اهو، بس انا شايفه ان ايه العجينه هتحتاج ايه حوالي ايه شويه لبن تاني، برضو هكمل عجن، ولو احتاجت برضو ايه هزودها. كده انا شايفه العجينه ايه احتاجت حوالي معلقتين لبن، معلقتين بس اهم. كده خدت حوالي كوبايه نص كيلو دقيق، حطيت له كوبايه ومعلقتين. عايزه بقى تخليهم ميه، عايزه تخليهم لبن، اللي يريحك. هكمل العجينه بتاعتي كده، انا رشيت شويه دقيق على المفرش بتاعي اهو، وهكمل عجن فيها. اهم حاجه في السينابون العجينه تاخد وقت كده في العجن اهو. انا كده بشغل العجينه بتاعتي، عجني فيها حبه حلوين، بتخلي النتيجه بصراحه ربنا ناجحه جدا وممتازه. كل المخبوزات اهم حاجه فيها مرحله العجن، اديتي العجينه حقها في العجن هتطلع معاكي ايه ناجحة ان شاء الله. انا كده عجنتها حبة كويسين كده اهي، العجينة بقت ناعمة وجميلة بصراحة اهي، طرية وناعمة وجميلة، وبرضو ما بتلزقش. هحطها بقى في الطبق بتاعي. معلقة زيت بس كده على الوش صغيرة، هدهنها كلها بيها كده اهي، هغطيها بقى ايه واسيبها تخمر. اول ما تلاقيها خمرت كده وتضاعف في حجمها كده هتبقى خلاص بقى تمام. وعلى ما تخمر بقى تعالي نشوف هنكمل السينابون بتاعنا ازاي. هنعمل الحشوة اللي هنحطها فيه من جوه، 3 معالق سكر. انا عملت المقدار ده للنص كيلو دقيق، لو هتضاعفي كمياتك هتعملي كيلو وبتزودي. ومعلقة واحدة قرفة ناعمة، بصي ربع معلقة من الكاكاو سواء بقى خام او محلل اللي موجود عندك. هقلبهم كلهم مع بعض كده. كده بقت الحشوة بتاعتي ايه جاهزة كده. اذكري الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ادي العجينة بتاعتي اهي، خمرت اهي ما شاء الله وتضاعف حجمها. هطلعها بقى من الطبق بتاعي، هلمها تاني كده. حاولي تلفيها رول كده تمام، وهبططها بقى وافردها، حاولي تخليها تاخد الشكل المستطيل. هنبططها على هيئة مستطيل. هجيب بس النشابة بتاعتي افرد بيها، هي عجينة طرية وسهلة وبتتفرد بسرعة. عايزة تفرديها بايديكي برضو مفيش مشكلة. هبططها وافرد فيها بقى لحد ايه ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. انا عايزاها بس ايه يعني حوالي ايه نص سنتي، اخلي السمك بتاعها نص سنتي. وانتي شغاله كده لو حسيتي انها لسه تخينه بعد ما فردتيها كده، ايه هتقسمي العجينه
وتعمليها رولين. انا برضو شايفة كده ان العجينة بتاعتي برضو لسه تخينة، بالرغم ان ما شاء الله يعني ايه عملت معايا مستطيل كبير، برضو هفرد فيها برضو كده ايه شايفة العجينة مرنة وبتتفرد معايا بكل سهولة. انا فردت العجينة كلها اهي، وهبطت الاحرف بتاعتها برضو عشان ما تبقاش تخينة، لازم كلها تبقى سمك واحد. بس انا برضو شايفة كده ان هي تخينة، انا كده ايه قسمتها، قسمت العجينة بتاعتي بعد ما فردتها، ورجعت ايه خدت نص بس العجينة، شلت النص التاني هعمله برضو بعد ما اخلص دي، وفردتها برضو. بص ما شاء الله يعني بالرغم انها كانت عاملة معايا مستطيل كبير، بعد ما قسمتها عملت معايا برضو نفس مقاس المستطيل. هخلص الجزء ده واعمل التانية ان شاء الله. كده بعد ما فردتها وخدت سمكها نص سنتي كده، دي معلقة سمنة بلدي، برضو لو سمنة عادية برضو مفيش اي مشكلة. هفردها كده على العجينة بتاعتي كلها، لازم السمنة ايه توصل لكل حتة في العجينة بتاعتي عشان دي اللي هتثبت معايا الحشو. انا كده فردتها على العجينة كلها اهو، هجيب بقى القرفة والسكر اللي احنا عملناهم وهفردها على العجينة كلها. انا الطريقة دي عملتها اكتر من كذا مرة بصراحة، وفي كل مرة بتعجب الولاد جدا وبيشكروا فيها، فانا قلت اعملها معاكم عشان خاطر ان شاء الله كده ايه تستفيدوا منها بإذن الله. سهلة ومش مكلفة وما بتاخدش وقت، ولو جايلك ضيف ولا حاجة تقدري تعمليها على طول، برضو ما بتاخدش نص ساعة في عمايلها. هبدأ بقى ايه الف رول، هجيب الحرف كده واتنيه على قدام كده زي ما انت شايفة اهو، وهبدأ ابرمه بقى لغاية ما ياخد شكل رول معايا. ما شاء الله عجينة ناجحة جدا ما شاء الله في ايدي وانا شغالة فيها جميلة. هاخد بقى الحرف هقفله كويس جدا كده، لازم تقفلي الحرف كويس قوي كده وانت شغالة عشان ما يفكش. اهو انا قفلت الحرف بتاعي كله تمام كده اهو. هقطعها بقى الرول بتاعي، هقطعه بقى بمسافات كده ايه على قد ما اقدر، تبقى متساوية قد بعضها بنظرة عينيكي يعني. انا شايفة كده الايه القطعة كده مقاسها كويس قوي، هجيب بقى الصينية اللي هرص فيها السينابون بتاعي. انا دهنها سمن خفيف كده، ما دهنتهاش زيت عشان خاطر برضو تخليه طري معايا وبتديله لون ذهبي وجميل. كل قطعة هاجي احطها بقى هسويها كده واظبطها زي ما انت شايفة، وبرضو هأكد برضو عليها تاني وانا ايه بقفلها كده.
عشان خاطر بعد الخمر الفتحة اللي في الجنب دي ما تفتحش منك. كل قطعة باجي احطها اهو بسويها وبظبطها قبل ما احطها، ومخليه المسافات بينهم عشان خاطر لما تخمر ولما تستوي بقى ايه ما يلزقش في بعضه. شايفين شكله جميل بصراحة. لازم تظبطيها كده وتسويها من كل الجهات عشان تطلع معاكي مدورة ومظبوطة. هكمل بقى القطعة التانية اللي انا شلتها. هفردها برضو واعملها زي ما عملت القطعة الاولانية. انا لما قسمتها طبعا ما لمتهاش تاني وخليتها قرصه، لا سبتها زي ما هي، حطيتها في قلب الطبق ورجعت كملت عليها فرد اهي. شايفين ما شاء الله النص كيلو دقيق يعني هيطلع معايا كميه كويسه. برضو فردتها كده عملتها مستطيله برضو ووصلت للسمك بتاعها بانها نص سنتي شايفاه اهو. برضو معلقه سمنه كده على الوش. افردها على العجينه كلها. وهجيب برضو القرفه والسكر وهفردهم على العجينه كلها. برضو هبدأ ايه الف رول تاني برضو كده اهو. بمنتهى السهولة اهي. امسح بس ايدي مكان القرفة والسكر. ادي الرول بتاعي. برضو هقفل الحروف بتاعته، هقفلها كويس قوي. بقعد اسمع انه لازم يتعمل بزبدة ولازم عشان يبقى ناجح يتعمل بالزبدة. انا عاملاه معاكم النهاردة بالسمنة اهو، وان شاء الله هتجربوه هتشوفوه طعمه جميل وتحفة وشكله في منتهى الجمال. وانا مش اول مرة اعمله، انا عملته كذا مرة وعجب الولاد جدا وطلع زي العسل. برضه هقطع الرول بتاعي القطع متساوية قد بعضها. متنسيش بقى تفتكريني بقى كده باللايك لو عجبتك الوصفة بتاعتي النهاردة. برضو هبوريكي شكله، ان هو شكله جميل. وهكمل بس الصينية الاولانية. بسم الله ما شاء الله، يعني حوالي عملي النص كيلو عملي حوالي 16 قطعة. هرص بقية القطع بتاعتي في الصينية التانية اهو. برضو اهم حاجة وانتي بترصيه في الصينية تساويه تاني كده وتظبطيه. كده انا رصيت الكمية بتاعتي كلها اهو في الصواني.
السينابون ده بقى بيتباع في في المحلات غالي جدا، ودينا عملناه في البيت بطريقة نظيفة وسهلة ومش مكلفة. اهو انا رصيت الكمية بتاعتي كلها، شايفين شكله جميل ازاي، وسايبة مسافات بين في الصينية اهو. انا بقى طبعا مشغلة الفرن من بدري على درجة حرارة عالية، هحطه على الشبكة واولع بس الشواية كده نار هادية لحد ما ياخد لون ايه من تحت ومن فوق. هعمل بقى الصوص بتاعي، دول 2 معلقة سكر بودرة، هحط معاهم 2 معلقة لبن بودرة، معلش انا اسفة، ومعاهم 2 سكر بودرة، كيس فانيليا. طبعا هو بيتحط معاه جبنة كريمي، بس انا عندي الولاد ما بيحبوش طعم الجبنة الكريمي في الصوص بتاعه. طبعا لو انتي بتحبيها او مفضلاها وكده هتحطيها مع المقادير بتاعتك دي. 1/4 كوباية لبن، هقلبهم كده مع بعض، هحط معاهم 2 معلقة صغيرة كده من السمنة البلدي اهي، برضو بتعزز الطعم والقوام بتاعه. ولو عندك زبدة برضو مفيش مشكلة، مش عايزة تحطي سمنة خالص او زبدة برضو مفيش مشكلة، بس بصراحة بيطلع طعمه تحفة. دي بقى كده ايه يعني، حاجة كده انا مزودها من عندي. دي قطعة شوكولاتة بيضة، حطيت عليها 2 معلقة لبن دافي وسيحتها، وديني ضفتهم على الصوص بتاعي، بيخلي طعم الصوص بتاعي جميل. هقلبهم مع بعض، هجيب بس المضرب بتاعي كده، هديها بس ايه ضربة بسيطة كده بالمضرب. لو عندك طبعا مضرب يدوي برضو مفيش مشكلة، هي اضربيه بس جامد كده، بس اتأكدي ان السكر داب وكل المكونات اختلطت ببعضها. بس كده انا ضربته كده بالمضرب، اتأكدت ان كل المكونات بتاعتي دابت في بعضها. بس انا كده خلصت الصوص بتاعي اهو. دي بقى قطعة شوكولاتة بني، هحطها في كيس فريزر كده زي ما وريتك قبل كده. هحط معاها 2 معلقة زيت، 2 معلقة زيت صغيرة كده، وهكون بقى غالية شوية مية في الكاتل او على البوتاجاز، وهحط الكيس فيها. الشوكولاتة بتسيح في ثواني، هستخدمها برضو، هحتاجها بقى مع الصوص للسينابون من على الوش. ادي السينابون بتاعي بعد ما خرج من الفرن، شايفة شكله في منتهى الجمال وما شاء الله طري جدا، شايفه طري جدا، شايفه درجه اللون بتاعته جميله. انا كده بقى رصيته في طبق التقديم بتاعي، هسقيه بالصوص اللي انا عملته الاول. اما بيشرب بقى من الصوص ده بيبقى طعمه حكاية، وبيطرى اكتر ما هو طري كده، بيبقى بيدوب في الاكل. يا رب الوصفة بتاعتي النهاردة تعجبك ان شاء الله، وما تنسيش بقى تشتركي في القناة عشان خاطر كل الفيديوهات توصلك. هسقي بقى الكمية كلها بالصوص كويس كده. انا سيحت حته شوكولاته بيضه بس اللي المقطع ده اتحذف، معلش ما عرفتش اوريهولك، وبرده حطيتها على الوش
ودي الشوكولاتة البني اهو، كل ده في التزيين وبيدي طعم برضو معي. شايفة شكله تحفة زي العسل، ان شاء الله هيعجبك. بس لو عجبتك الوصفة بقى بعد ما تجربيها ما تنسينيش بدعوة حلوة. بألف هنا، مع السلامة.